أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم نتائج هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، حيث تم انتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك. في ثاني جلسات مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، استهل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة بإحالة ثلاثة مشروعات قوانين وقرارات مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها. وعقب إجراء عملية اقتراع داخل اللجان، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي التشكيل الجديد لهيئات مكتب اللجان النوعية وأسماء رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر لكل لجنة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك. وحرص عدد من رؤساء اللجان النوعية المنتخبين على التأكيد على أن دور الانعقاد الجديد سيشهد مناقشة العديد من الملفات من أجل التعامل معها. شرفت بحصولي على ثقة زميلاتي وزملائي أعضاء لجنة حقوق الإنسان لدور الانعقاد الثالث من فصل التشريع الثاني. ربما دور الانعقاد الثالث سيتسم بالعديد من الملفات، فتح العديد من الملفات والتعامل خلالها الخاصة في إطار ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أيضا هناك حزم من التشريعات ستكون نتاج لعمل اللجنة خلال دور الانعقاد القادم. فخورة بالعمل في اللجنة دي ثالث دورة لنا متتالية، وسعيدة ان احنا عندنا زملاء جديد انضموا للسياحة. السياحة ده مهم، يعني ملف مهم جدا اقتصادي ومن اهم الملفات في المرحلة الحالية، لانه بيضر عملة صعبة والبلد محتاجة العملة الصعبة دلوقتي. هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على ان يعود للانعقاد في 16 من اكتوبر الجاري.